خلينا اروح لمنتخب مصر يا كابتن، يعني برضو حضرتك مع المنتخب كان ليك تواجد قوي جدا، ومفيش انا اتذكر بطوله انت دخلت فيها مع منتخب وخسرت على ما اتذكر. يعني انت كنت حتى بطوله الالعاب العربيه في الجزائر وكانت شهيره جدا، وكنت انا ليا الشرف ان انا لعبت مع حضرتك، وكان الحقيقه مع المنتخب ليك بصمه كبيره جدا وليك رؤيه في اللاعب، يعني في اختياراتك في المنتخبات ليك رؤيه في اللاعب. كلمنا عن مشوارك مع المنتخبات يا كابتن. بفضل الله زي ما انت قلت انا يعني بدات التدريب 88 سنه 88 كان عندي 36 سنه. سنه 98 كان عندي 36 سنه. سنه 98 انا كنت ماسك نادي الاهلي وفي اخيرا مسكت منتخب مصر، فكسبت الحمد لله. كان في بطوله تقيله قوي في افريقيا السويه، مش عارف كنت معايا كنت فيها كنت كانت معايا وكانت بطوله تقيله جدا. كان فيها السنغال بطل افريقيا كانت ونيجيريا كسبناها وكسبنا سوريا بطل روسيا بطل اسيا سوريا ولبنان ونيجيريا والسنغال والسعوديه، دي كانت بطوله كبيره بالنسبه لي. اتعملت مره واحده وكسبناها احنا وما اتعملتش تاني. وكسبنا بطولتين امم عربيه ودورتين العاب عربيه وغير بطولات يعني موجوده في التقرير انتوا. فالحمد لله يعني تجاربي مع منتخب مصر كويسه وقعدت كتير ساعدت المدربين كمان تقال في منتخب مصر، عارف. فبرضه دول من الناس اتعلمت منهم ماريو بلازوني ماريو بلازوني يعني يعني كان مارك كيسلر برضه حضرتك اشتغلت معاه فتره يعني مثلا اسمه مارف كيسلر. مارف كيسلر ده اللي كان ده جه عشان يعلم اشرف توفيق، هو اختار يقعد مع 7 8 مدربين فاختارني من ضمن يعني الاثنين مساعدين بتوعه بس. فكنت دي اول مره اعرفها دي يا كوتش، يعني هو مارف كيسلر كان حضرتك كان هو يعني حضرتك اختياره، لان احنا كنا كان كابتن محمود احمد علي كان ماسك الاتحاد. ده كلام ما بيتقالش، ما احنا برضو هو اختارني يعني انا تقريبا اختارني انا وعصام عبد الحميد ودكتور رفيق يوسف. رفيق يوسف صح. بس انا كنت بقى يعني ايه شغوف للعلم فكنت بس بشربه شاي في الماريوت غالي قوي. ما هو بشرب شاي في الماريوت بس انا عملت عنده. عايز تتعلم؟ انا احب اعمل حاجه صح، يعني ما ينفعش باسكت بول از رولز، يعني كل حاجه في الرياضه فيها رولز، يعني حتى في الكوره. يعني انا فاكر كويس حتى حاجات كان بيقولها جوزيه كنت بحاول اسيب منها في الباسكت، يعني يقول لك يعني انت بترجع الكوره مانويل جوزيه في الكوره كابتن حتى في الكوره طبعا. لانه يعني يقول لك لما تيجي تضيع وقت ازاي لازم الكوره تروح على الخطوط، ولو هي رجعت ترجع على الخطوط وبعدين تروح على ازاي. فهو كل حاجه فيها رولز بس التطبيق بيبقى وفقا لامكانيات اللعيبه اللي معاك، وفقا لعدد ساعات تدريبك، وفقا للكيمياء اللي بينك وبين اللعيبه. كده علاقه ناديك بالاتحاد وكل ده. يعني الباسكت مش لما تيجي تكسب صعب جدا لان الكومبيتيشن عالي، صح. مش في الملعب بس، في حاجات كتيره قوي. انا بقى يعني للاسف انا بجيلي اللي في الملعب، يعني دي ده يمكن حضرتك راجل مركز يعني في شغلك. انا راجلي المستطيع يعني، ومش بحب يعني ارجي كتير ولا يعني الحمد لله رب العالمين يعني. انما هي الحقيقه لازم يبقى فيها. انا دلوقتي يعني موضوع مختلف، مجلس اداره مهتم جدا بيدعم جدا، معايا جهاز اداري وفني عالي جدا، معايا كابتن مصطفى، معايا احمد الجرحي معايا طارق الجنان مدير اداري، معايا جهاز كويس، لغايه الدكتور تغذيه معايا. فالكلام ده كله احمد عادل الطبيب حاجه جميله جدا جدا. زائد برضو في اوقات كتير قوي زمان احنا كنا بنلعب من غير اجانب. النادي الاهلي كنا بنلعب من احنا النادي الاهلي لعبنا حوالي 15 سنه منهم انا مثلا 6 7 لعبت من غير اجانب. كنت بتنافس وبتاخد بطولات يعني النهارده لما تيجي تلعب تاخد بطولات عربيه بتبقى في الفاينل وانت بتلعب دي 3 اجانب، دي بطولات. حتى بطولتين افريقيا انا كسبتهم انا بدون اجانب.